بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. عدنا والعود أحمد، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر سوى صبر ساعة. إذن دائما وأبدا، وكما أخذنا عن عاتقنا أن نبقى ندافع عن شيوخ التربية والتعليم اللي تم فعلا وفعليا يعني التعسف في حقهم، الذين تم فعلا إقساؤهم رغم الأسبقية ديالهم في الإنصاف. إخوان، تكالب عليهم الجميع فعلا، الجميع وبدون استثناء، في مقدمتهم الضحايا أنفسهم. خصوصا الذين كانوا يمثلون من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين في اللجنة التي نعرف جيدا كيف شكلت وكيف تكونت، لا هي ولا الجمعية ولا اللجنة، كيف تم تهريب الملف اللي كان موجود فعليا وكان سيعالج في المرسوم في الاتفاق ديال 26 أبريل 2011، المحطة اللي خرج فيها واصدر فيها المرسوم ديال جوج 11 622، اللي صدر نهار 27 دجنبر 2011 في الجريدة الرسمية، وصدر في الجريدة ونشر في الجريدة الرسمية 6007، عفوا البارحة قلت 6700، 6007 مكرر. سنرى إن كان السيد شكيب بن موسى سيطلع على هذا المرسوم لكي يعرف يعني عدد الفئات اللي استفدت من هذيك، اللي استفدت آنذاك من هذاك المرسوم، وتلقوهم نفسهم كونوا لهم تاني ملفات أخرى وهي اللي مدروجة الآن، وكل واحد تيقول راسي راسي، وكل واحد تيصوت على قوالته، والنعرة ناضت فيهم من أجل ترتيب ملفاتهم ضمن الأولويات، ويعطوا الأسبقية لنفسهم في معالجة الملفات. النقابات اللي كانت المفروض هي اللي مؤتمنة عن الحقوق وهي اللي تترفع الحيف والظلم والجور عن جميع الشيخين، يا تنكرت وأقست وأقبرت 10200 متقاعد ومتقاعدة، يتقاعدوا جميع الأفواج من 2003 إلى ما تم 2011، وأقست وأقبرت اللوائح ديال الترقي اللي كانت لوائح ديال الترقي خارجة بالمادة 112، أفواج 2003 2004 2005، ترقيين من كانوا مزاولين وكانوا تيطبقوا فيهم الكوطة، وحتى من يتقاعدوا ولو أن اللوائح ديال الترقي ديالهم صدرت من أجل ترقيتهم من 9 إلى 10 بالمادة 112 استثنائيا، ترقية استثنائية خصهم يدوزوا، حتى وإن تقاعدوا طبقوا فيهم الكوطة في الوقت لجميع المتقاعدين، حتى هذو اللي كانوا مقصيين عطاهم يوم قبل وعطاهم سنوات اعتبارية وداروا لهم كل شيء داك الهم باش يدوزوهم وجنبوهم الكوطة والحصيص السنوي. وفي الوقت اللي جابوا اللوائح ديال لي شارجي دو كور اللي تقاعدوا من 2006 إلى 2010 ومنحوهم سنوات اعتبارية ودغرجوهم في المرسوم 2 تسعة 504
وكرروا لي 115 سبع مرات فعلا، نجدهم تستاروا واخفوا اللوائح ديال الترقي اللي صدرت منذ 2003 2004 2005 بالماده 112 ترقيه استثنائيه. الماده 112 اللي جات من اجل جبر الضرر ورفع الظلم ورفع الحجم ديال الضرر اللي جا به هذاك المرسوم جوج ديال جوج 0.254 النظام الاساسي ديال 2003. اللي جاب كل شيء، هذيك التراجعات اللي كلينا العصا ديالها هما اللي توظفوا بالسابع وبالثامن. مقابل ماذا؟ باش هما يدوزوا في الاونس، استافدوا منه هما الاوائل 2003 2004 2005 كل شيء كان مستافد. كاين اللي عنده 18 سنه في الاونس والان لا يفكرون الا في اوريشيل. والفئه اللي تضرت في 2003 وكان عندنا يعني تضامن معهم، يعني نضال تضامني معهم باش هما يعني يستافدوا من ال11. والان من يجاوبوا ويحلوا هذاك الملف ديال ضحايا النظامين لقيناهم قساو الاصل، قساو الناس اللي ضحايا وكانوا ضحايا فعليين ديال المرسوم 2003 النظام الاساسي ديال 2003. اللي حتى السنوات الاعتبارية مادة 115 اللي جات من أجلهم باش تعوضهم عن السنوات اللي قرصنت من حياتهم مسارهم المهني، لحد الآن ما عمرهم ما استفادوا منها. مرسوم جوز 11622 عدل أكثر من 28 فئة. النظام الأساسي يعني ديال جوز 0.254 يعني في 2011 تقريبا شي 28 تعديل اللي وقع فيه. الفئة الوحيدة اللي مزدادتش هي 10200 اللي تقاعدوا من 2003 حتى 2011. الفئة الوحيدة اللي مزدادتش وهم ضحايا الزنزانة التاسعة اللي تقاعدوا بالسلم التاسع رغم أنهم كانوا خاصهم يترقاو بالمادة 112 استثنائيا وبترخيص استثنائي، وترقاو وخرجت اللوائح ديال الترقية ديالهم حتى من يتقاعدوا سواهم بالكوطة اللعينة. فبئس المصير، بئس مصيركم. انتم تقولوا بانكم مؤتمنين عن الحقوق، مؤتمنين للحقوق وجايبين وحدين مهربين للملف 2012 عارفينهم بانهم يعني يلا ترقاو، هما اللي سرقوا الترقيات في 2003 2004 2005 يلا عندهم 6 سنين باش ترقاو للتاسع. يعني ما كانوش ضحايا ديال الماده ديال النظام الاساسي 2003 نهائيا، ترقاو غبي ابي 6 سنوات من التاسع للعاشر، ترقاو اكثر من 4 مرات، دخلوا غا مدررين غا موقتين، ترسموا في السابع نزلوا الثامن التاسع العاشر دوزوا من ال11 رغم انهم كانوا مقصيين. هذا هو المشكل، كانوا مقصيين، كانوا مقصيين ودوزتوهم. حتى الحل اللي جبتوه والتاريخ المرجعي اللي درتوه في المرسوم ديال 1/1/2016 كان هاد الفئة من 2012 2015 كانوا مقصيين. يجي يخرج لي السرق جات يقول لك لا بغيت نوظف ندمج متعاقدين في الوظيفة خصني ندمج أكثر من 200 مؤسسة عمومية. هادو غا نفس الاطار نفس الفئه، شي تيدوزوه شي ما تيدوزوش، اللي متضرين بزاف ما تيدوزوهمش، واللي ما تضرينش يردوهم متضرر وردوهم ضحيه صحق ويدوزوهم خارج الحق خارج القانون كاع اصلا، وضرب راسك مع الحيط. كانوا تيخبزوا بيناتهم لا نقابات ولا مصالح اداريه ويدوزوا الملفات اللي بغاو هما، يديروا الاولويه ديال اي ملف اللي بغاو هما، يقصوا اللي بغاو، يوصلوا الوزير الحاجه اللي بغاو هما، ويفهموا غير هذاك الشيء اللي بغاو هما. الدليل على ذلك ان السيد الوزير امزازي من وصلنا ليه المظلوميه رسميا من قبه البرلمان ومشى وتبين
لقى فعلا 10200 متقاعد ومتقاعدة، جميع الأفواج من 2003 إلى ما تم 2011، وعلى رأسهم اللوائح ديال ضحايا المادة 112، ضحايا الزنزانة التاسعة اللي قاعدوهم عنوة بتطبيق الكوطة في حقهم، رغم أنهم كانوا مترقين قبل ما يخرجوا تقاعد، قبل ما يحالون على المعاش أو على التقاعد، قبل ما يتحذفوا من الأسلاك كانوا مترقين، اللوائح ديال الترقية ديالهم خارجة قاعدوهم بالتاسع، وهذو اللي سرقوا منهم الترقيات ردوهم، رجعوهم هما اللي ضحايا النظامين، ورقوهم وداروا كل شيء، ديك الاختلالات، ونجنبوهم الحصيل السنوي الكوطة. الغريب في الامر حتى ان الناس كي اللي داز في 2010 2012 عنده سنتين في السلم العاشر، حينوا ليه الوضعيه ديالو الاداريه ومرجعينه الان، باقي تدافعوا عليه باغيين يدوزوا، وحتى اللي ترقاهم بعد 2017 مرجعينهم، بقى لك باغي يديروا ليه محل اخر باش يجنبوهم الاصلاح المقياسي ديال بن كيران. إذن هنا نعرج، ويذكرني باش بالوزير الواسع للقطاع الجديد سيد شكيب بن موسى، اللي خلاهم تل آخر النهار، اللي عيط ليهم قال لهم راه الاجتماع نهار الثلاث مع العشرة، مع العشرة كل شيء كان، مبقاش شي واحد، وكل كانوا يتلكؤونا وما يبغوش يجوا يحضروا، كل شيء جاو، كل شيء حضروا، حتى واحد متأخر في المكان والزمان المحددان، وكل شيء خرجوا تيتم من نور اللقاء. أن فعلا قال لهم الصرامة، ففعلا عرفوا كاين الصرامة، وداروا البرنامج، جاوا حضروا تاني نهار 19 وداروا جدول الأعمال، وغادي يحضروا تاني نهار 23، ولكن أنهم هذه المرة غيكون بحضور الوزير الوصي على القطاع شاكيب بن موسى، هو اللي يشرف بنفسه ويعطي الانطلاقة ديال هذاك الشيء، العمل اللي غيقوم بتنزيله. من هنا نعرج على السيد شكيب بن موسى، غنشوفوه فعلا واش هاد الصرامة التي ينهاجوها غتكون فعلا ينزلها بإعطاء الحقوق لأصحابها في ترتيب الأولويات، لأن هاد اللعاب ديالهم والصداع ديالهم وهذوك اللي خرجوهم قالوا لهم جو ديروا وقفات نهار الاثنين اللي فات والثلاث اللي فات، كل شيء داك الشيء على تحسين ترتيب الأولويات، كل واحد تيصوت على كوالته وباغي الملف ديالو يدوز كما سابقا كما كانوا تيديروا دائما، ترتيب ملفات ذات الأولوية، كل واحد باغي يدوز غير ملفه، يكون على حق ولا ما يكونش على حق. داك الشيء باش قلت أن الشيء ساكن بن موسى يرجع للمرسوم جوز 11622 اللي صدر، اللي انتشر في الجريدة الرسمية 6007 مكرر، وغادي يشوف هذه الفئات اللي كانت استفدت من السنوات الاعتبارية، ديك السنوات الاعتبارية اللي جات من عندنا احنا الآن باقي ما استفدناش منها. مادة 112 تقيدنا بها وخرجت اللوائح ديال الترقية ديالنا لأكثر من 3 سنوات، وطبقوا فينا الكوطة، تا من تقاعدنا طبقوا فينا الكوطة، تقاعدنا بالتاسع، وهذو اللي سرقوا لنا الترقيات كي دازوا ال11 ورد دينهم تاني، قال لك باغيين يجنبوهم الحصيص، اللي تيشد 2500 درهم ولا 2000 درهم كاع ما مدخلينه في الاجنده ديالي، وحتى النقابات بعض النقابات كاع ما مدخلاهم في الاجنده ديالي، باقي راجعين هادو باقي تيدافعوا عليهم على 154 وعلى اللي ترقاو اصلا وكانوا ترقاو خارجه، يعني ما كانش لهم الاسبقيه ولا الاولويه نهائيا. ان اللي ما فهموش السيد الوزير ان في 2012 من جا السيك بن كيران، سيدهم بن كيران وسيد على راسه، وقف
الترقية بالاثار الرجعي، داكشي علاش سحبوا هذيك اللوائح ولاو تيتخلصوا من جميع المتقاعدين. حتى ولينا تنتفاجئوا في 2019 ولاو مدوزين متقاعدين باثار رجعي ابتداء من 1/1/2016، وعادوا تماداوا في ذلك لان كانوا علاقات ودخلوا كانوا متدخلين مؤثرين، وعاودوا دوزوا 4000 مقسيين ودوزوها. الدليل على ذلك راه عطاهم يوم قبل ورجعين تاني هذوك اللي تقاعدوا بعد 2017 وترقى وخداو الحصيصه وكلوها وكملوها، وجايين قال لك باغيين يديروا اطار رجعي اداري، غيروا لهم اطار الاطار الاداري من 1/1/2012 ديال المقسيين صح، ويجنبوهم اصلاح من القياسي صح. واسمع السي القجع جالس تقول من يهضروا لك على المتعاقدين بك تقول لهم دخل لهم شعبان في رمضان، تقول لهم راه كاينين مؤسسات عموميه تا هما اكثر من 100,000، ولكن اللي ما انتبهتيش ليه انك هادوك مني قلتي المتعاقدين شحال كان عندهم الغلاف المالي، قلتي شي زائد شي 3 ملاير و800، 100,000 عندهم 3 ملاير و800، و100,000 ديال المؤسسات العموميه عندها 20 مليار ديال الدرهم، وهذوك 8 المليار و 3 المليار فاصلة 8 درهم. تبدا تتقارن التعويضات ديالو هذوك هما هادو ديال المعلمين بانوا لك تاع المتعاقدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. تتشوف الحجم ديال الحيف ديال الظلم الحقره حتى في معالجه الملفات. قلنا غادي نشوفوا السي شكيب بن موسى والصرامه ديالو، سي غادي يعطي الحقوق فعلا للشيوخ ديالو، الملف اللي فعلا اعترف به السيد الوزير امزازي سعيد عندما تبين وصلت الحقيقه، ولقى فعلا كاين 10,200 متقاعد ومتقاعد من فيهم المتوفون رحمهم الله من 2003 الى متم 2011، واخبر بان الملف ما تطرق له حتى شي واحد نهائيا، بانه ملف من الاولويات، ملف اضافي وسيباشر يعني حله ومعالجته يعني عند انطلاق جوله الحوار القطاعي. وهي الان غتنطلق نهار 23 يعني نوفمبر 2021، سنرى السيد شكيب بن موسى واش غيكون فعلا ديك الصرامه ديالو وداك العدل وداك ذاك، غادي نشوفه. شوف هذيك الصرامة ديالو كما طبقها حتى هي في ديال المتعاقدين ودار اليوم 30 سنة الإشارة تحقق سنة بالنسبة لأساتذة المتعاقدون. الآن ولو تيقولوا اليوم أطر النظامية للأكاديميات، الأطر النظامية للأكاديميات، الأطر النظامية للأكاديميات، هنا تتبين بأن راه ضافت لهم يعني تجويد العرض، أن من 2016 أولا كان بدأ بالمتعاقدون ثم داروا تحسين العرض ديالهم وأصبحوا أطر الأكاديميات، والآن زادوا جودوا العرض أن من يداروا أطر الأكاديميات، أطر النظامية، زادوا النظامية للأكاديميات، وهذيك النظامية راه تختلف كثيرا عن أطر الأكاديميات. ولكن للأسف الشديد أن السن اللي تشرط عليهم بالقبول للترشح لهذه المباراة وقفوا في 30 سنة، ده هو لي يعني شرط تنبان لنا مجحف، لأن غادي يقصي يعني عدد كبير من المجازين اللي هما يعني عاطلين عن العمل. ولكن هذا بالأساس راه منهجية اللي ناهجينها من أجل يعني باش يولوا يعني يشجعوا على القطاع الخاص، القطاع الخاص هذا هو النهج ديالهم اللي غادي التنزيل ديالهم،
بان الوظيفه العموميه ولا يعني راه باين بان من يداروا الاطر النظاميه للاكاديميات فباين بانه هو راه غادي غيكون شي حل وغيكون شي تغيير وشي تعديل في الستاتيو ديال يعني التوظيف الجهوي. داكشي علاش قال لك النظامي، لان الفرق بين اطر الاكاديميات التي تاثرهم تيكون تاطير من مدير الاكاديميات بقرار من مدير الاكاديميه، ومن تكون النظامي يعني تيكون بتاطير من بمرسوم من رئيس الحكومه. اطر الاكاديميات تيشرف عليهم مدير الاكاديميه، ومن تنقولوا النظامي يعني تيكون يترأسه وزير التربية الوطنية. وبزاف بالنسبة للنظامي تيكون عنده بزاف ديال الامتيازات عن أطر الأكاديميات. تنقولوا أطر نظامية يعني راه ضافت لهم امتيازات على الأطر الأكاديميات حرفية كما تنقولوا أطر نظامية. إذا هادو من إجاب أطر النظامية للأكاديميات راه غير حتى في الشرط ديال التوظيف ديالهم وثبتوا في 30 سنة، بينما الشرط اللي كان قبل ديال الأطر الأكاديميات كان 45 سنة أو 40 سنة، ربما 40 سنة كانوا داروه وكانوا وصلوا حتى ل 50 سنة. يعني نتمنى خير، وغادي نشوفوا هذه الصرامة واش غادي تكون حتى في تحديد الأولويات. من غادي نشوفوا تحديد الأولويات هذيك الساعة اللي غادي نشوفوا الصرامة والجدية التي ينشدها السيد الوزير. هاد الناس اللي تيلوموا ويمشوا يلوموا هذوك اللي انتخبوهم، كان عليهم يلوموا، ما يلوموش الوزير الواسع القطاع، ويلوموا دوك اللي كانوا انتخبوهم ومثلوهم وتخلوهم جابوا الحكومة وترأست ولات تدير هاد القرارات اللي ما بقاتش عاجباهم. مازال غتشوفوا كتر. قلت لكم بأن قبل فيديوهات سابقة بأن راه ولات، قد أشرت في فيديوهات سابقة وقلنا بأن الأغلبية المطلقة مع إضعاف يعني المعارضة اللي فعلا ركنت إلى الجانب نفسها وقطعها كمتفرج تفرج، حالة تقول لكم سيروا شوفوا هذوك اللي انتم عطيتهم الأصوات ديالكم وسيروا عندهم، هما ها هما اللي عطيتهم الأصوات ديالكم، ها هما بدأوا عليكم من الشهر الأول. أما السي شاكيب بن موسى فهو المهندس ديال البرنامج التنموي اللي غادي يدير، هو اللي فعلا راه عارف الرؤية الاستراتيجية، قانون الإطار، عارف الشادة والفادة على هذا الشيء، وهو اللي يعني عنده الآليات وعنده الصلاحية معطية باينة مطلقة باش ينزل لك شي اللي حسب البرنامج اللي سطره من أجل وصول الأهداف دياله. هو الترتيب اللي تهمه هو الترتيب اللي قلت لكم خاص التعليم يولي 60، ترتب 60 وما دون باش يحقق المراد وتنتقل من دولة نامية إلى دولة صاعدة. ده الأمور بين قادة من الفوق، وجا باش ينزل وباش يدبر الأمور وبواحد الصرامة كما قالها، سواء في الانتقاء تم الانتقاء من قال ولا ترجع حتى البكالوريا، انتقاء ديال البكالور، ميزة ديال البكالوريا، ميزة ديال الإجازة، يعني إجازة واش جديدة أو ذاك أو قديمة، يعني الترتيب ديالها على حسب السنوات. و اون بليس اون ليتر دو موتيفاسيون، يعني كاين واحد الصرامة غادي تكون، وتشوف من اجل التجويد يعني باش ياخذ نخبة من النخبة، هي اللي غتولي تدخل التعليم.
إذن لا تلوموه ولوموا هذوك الناس اللي انتم انتخبتوهم. والآن هذوك اللي جالسين، المفروض أن الأحزاب اللي هي في المعارضة هي من تدافع، ولكن قلنا لكم لم شتت ضعفت، تم إضعاف المعارضة في داخل المؤسسات، فستنطلق، يعني غادي تنتقل إلى الشارع، لكن ذلك لن يغير شيء، لن يغير شيء. أن هذوك اللي نزلوا للمعارضة جالسين تتفرجوا كأنهم تيشمتوا في هذوك، يقول لهم سيروا عند هذوك فعلا اللي انتم انتخبتوهم، سيروا عندهم هم شوفوا معاهم في هذه القرارات. وسنرى بعد يوم ثلاثاء، سنرى ماذا سيفضي، يعني ديك ماذا سيفضي، ماذا سيفضي، يعني الجدول اللي داروا ديال الملفات، نشوفوا شكون الملفات اللي غادي تكون في الأولوية آنذاك لكل حادث حديث. أما نحن ما نتفكوش معكم، وغادي نعرفوا كيفاش غادي نتعاملوا معكم، وغادي نشوفوا السي شاكيب بن موسى واش غادي يكون فعلا صارم في ترتيب الملفات ذات الأولوية للملف، كما يعني صرح بذلك رسميا السيد رئيس السيد الوزير السابق السيد غمزازي سعيد. وذلك الكلام ديالو ما كانش من الفراغ، فقال لما تبين وعرف جميع الحيثيات جميع المعطيات وبدقة بأن هذاك الملف ديال من توظف بالسابع وبالثامن أنه ملف جديد إضافي فيه 10,100 اللي تقاعدوا من 2003 إلى ما تم 2011، وهو ملف من الأولويات. وغادي نشوفوا السي شكيب بن موسى واش هو غيوضعه من الأولويات، أو ستبقى الأمور كما عاهدنا سابقا. ديك الساعة اللي غادي نشوفوا الصرامة، الصرامة، ونشوفوا واش كاين نيت فعلا العدل والإنصاف اللي غادي نصدروا الحكم ديالنا. الساعة اللي غادي نقدروا نديروا ليفالياسيون ديالنا، ديال نقيموا هذاك الشيء، وبناء عليه لكل حادث حديث. كل واحد دخل سوق راسه. ناري اناري منكم اناري، وراه ماشي لعب الدراري، ماشي لعب الدراري، ناري منكم اناري. احيانا عليكم، يلا تبارك الله عليكم، نشوفكم بخير ونتمنى الخير ان شاء الله، وان شاء الله سنربح المعركة، سنربح المعركة. اما ذوك اللي كانوا تيجروا المخلفات ديال هذوك اللي كانوا قساو ما قبل 2012، فان شاء الله ما غادي توصلوش داكشي اللي باغين، ترقيتو رجعين راجعين، ما غادي نخلوكمش تدوزوها مرة أخرى كما فعلتوها سابقا، أنكم غدارة، والغدار ديما تبقى غدار، ديما تبقى غدار، دائما ما عمرو يعني تيتصلح. يلا تبارك الله عليكم، وتحية نضالية.